مرت سنة على ثورة تشرين العظيمة، ثورة الحق على الباطل. أبنائي الأبطال، لازم نحافظ على الثورة من كل اللي يردون يحرفوها أو يمسوها بسوء ويبعدوها عن مطالبها الأساسية. لازم نوحد صفوفنا ونلتزم بالسلمية الكاملة، لأن سلميتنا هي مصدر قوتنا وسلاحنا. هذه السلمية وهذا النقاء وهاي المطالب. أبناء الثوار، لازم نحذر من المدسين والمنتفعين من الأحزاب ومن كل اللي يردون الثورة تنحرف عن مطالبها، لأن هاي المطالب هي مطالب الناس ومطالب الشهداء اللي انقتلوا ظلما حتى تتحقق. لأن الشهداء كانوا ينادون ضد الفساد وضد الباطل ولا وجود للأحزاب. وبما أنه دماء الشهداء هي اللي تمثلنا، فلازم نحافظ على المطالب من عدم انحرافها. لازم نحذر من مخططات الأحزاب، وخصوصا دعاة الإصلاح اللي ما زالوا مزروعين بالساحات، لأن هم اللي يخلقون المشاكل والفتن داخل الساحات وهدفهم تشتيتكم. احنا تجمعنا قضية واحدة وساحة واحدة وعراق واحد، وعلمنا علم العراقي الواحد، هو علمنا العلم العراقي. فلازم نبتعد عن المشاحنات والتصديق بيناتنا، لأن عدونا واحد هدفه تشتيتنا وتفرقتنا من الداخل. فلازم نوحد صفوفنا وجهودنا المشتركة حتى تكون كلمتنا وحدة ضد السلطة وأحزابها الفاسدة وميليشياتها. اللي أتمناه من عوائل الشهداء أنه ثورتكم اللي طلعوا عليها الشهداء ثورة حق، وطلعوا طالبوا بدماء أولادكم، طالبوا بالقصاص من المجرمين، أهل المعتقلين، أهل المغيبين، أهل الجرحى، طلعوا للساحات طالبوا بحقوق أولادكم. ساندوا الثوار